قال مصنف رحمه الله تعالى باب الآذية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خير خلق الله وعليه وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام الحجاج رحمه الله. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، هو كل وعاء يوضع فيه الشيء سواء كان من الطعام أو من الشراب، وإما أن يكون من الفخار أو أن يكون من المعدن أو أن يكون من الخشب أو أن يكون من غيرها من المصنوعات التي يصنع منها الآنية، كما في أزمنتنا هنا من البلاستيك أو من الزجاج أو من غيرها من الأشياء. وهكذا العلماء رحمة الله عليهم أول ما يبدأون بكتاب المياه، ثم بعد ذلك لابد لهذه المياه أن توضع في شيء، فكان الترتيب منطقيا أن يكون توضيح للشيء الذي يوضع فيه هذا الماء، وهي الآنية. فيوضح لك في هذا الباب ما هي الآنية التي يجوز وضع الشيء فيها، وما هي الآنية التي لا يجوز وضع الشيء فيها. نعم. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة مضببا بهما. نعم، ممتاز، هذا كلام جيد. إذن الأصل في الآنية كلها الإباحة، هذا واحد. كل الآنية مباحة، وإن غلا ثمنها، إلا الذهب والفضة وما ضبب بهما. ما هو المضبب؟ الضبة هي ذلك الشيء الذي يوضع ليشعب به الكسر، ولذلك يقول لك هذا البيت له ضبة ومفتاح، هذا هو المقصود بالشيء المضبب. ضبب الشيء يعني جمع بين متفرقه، جمع بين ماذا؟ بين متفرقه. ومن أين أتى المصنف بهذا الكلام؟ أتى المصنف بهذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، عفنا الله وإياكم. فدل ذلك على التحريم. لماذا؟ لأن قلنا سابقا أن الضابط في الحرمة والضابط في الكبيرة من الذنوب هو ما توعد عليه بالنار. كل ما توعد عليه بالنار دل على أنه كبيرة واحد، ودل على أنه حرام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. فدل على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، وبما أنه كبيرة فهو حرام. وأيضا كل ما صدر باللعن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن اتخاذ القبور مساجد أنها كبيرة وأنه حرام. وكل ما كان فيه لفظ الغضب، اشتد غضب الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكل ما كان فيه اللعن، إذا باتت المرأة عن مخدع زوجها باتت تلعنها الملائكة. وأيضا كل ما كان فيه لفظ ليس منا، من غش فليس منا، كما عند مسلم، فدل على أن الغش كبير وأنه حرام. وكل ما كان فيه نقص إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وكل ما كان فيه حد في الدنيا كقتل وسرقة وزنا، عافانا الله وإياكم، كل هذه الضوابط إن وجدتها فاعلم أن هذا الأمر أنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه محرم.
نقل ذلك وزاد عليه نعم الطحاوي في شرح الطحاوية. نعم. فإنه يحرم اتخاذهما واستعماله واستعمالها ولو على فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ومن هنا لماذا قال ولو على أنثى؟ ليعلم أن النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، والشريعة إن حرمت شيئا دخل فيه الذكر والأنثى، وإن كان النداء تغليبا يكون بالذكر: يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة، فمعناها أيضا يا أيها اللاتي آمنا وإنما المؤمنات إخوة. إنما خرج هذا مخرج إيش؟ خرج مخرج الغالب ودخلت فيه النساء، فكل ما خوطب به الرجال في الشرع والذكور دخلت فيه الإناث من باب أولى، إلا أن يدل الدليل على تخصيص الأنثى دون الذكر. نعم. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. نعم. الضبة اليسيرة للحاجة، بمعنى إذا وضعت هذه الضبة اليسيرة في هذا الشعب لتشعبه، فإنها في هذه الحالة تباح، أما إن كانت الضبة غير يسيرة فإنها لا تباح. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. ممتاز. إذن الآن انتهينا من الآنية عموما من الذهب والفضة، سواء كانت للكفار أو لغير الكفار، ثم جاء بعد العموم تخصيص أن آنية الكفار وملابس الكفار فإنها تحل، لأن الأصل في الأمور الإباحة، وإن كانت ذبائحهم لا تحل لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها تبارك وتعالى، وجاء الدليل في حرمتها. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية. ومن أين أتى أهل العلم بهذا التفصيل؟ من القرآن ومن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوقص جبة رومية، وكان المقوقص ليس مسلما فلبسها، كما في الصحيح وكما عند الترمذي في الشمائل باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهدي له عليه الصلاة والسلام نعلا خفا ساذجا، يعني خفا ساذجا يعني لا شعر عليه ولا زينة، ما في أي تزينة، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى غير ذلك من الأدلة. وهذا هو الذي عليه الناس الآن، تأتي الملابس من الصين ومن اليابان ومن كذا، وكل هؤلاء كفار، وهذا فيه ساعة الشريعة، يدل على ساعة الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا آنيتهم فإنها تحل أيضا، لأن هذا هو الحال وهذا هو الذي كان عليه المسلمون، وكان يهدى للنبي عليه الصلاة والسلام من آنيتهم، وكانوا يفتحون الأمصار ويجدون من آنيتهم فيستعملونها إن جهل حالها. إن علم طيب أن هذه الآنية مثلا كان يطبخ فيها الخنزير أو يوضع فيها الخمر، فإنها تزال منها نجاستها وتنظف، ويجوز أيضا ويجوز استعمالها. نعم. كان شخص صنعها علم أنها مصنوعة من لحم خنزير أو جلد خنزير، هذا الأمر يختلف، أما إذا صنعت من مادة محرمة فإنها لا تحل، أما إذا كانت تستعمل في محرم فإنها وصنعت من مادة مباحة فإنها تطهر وتحل. نعم. طيب شيخ، مسألة الذهب والفضة، لو إنسان في آنية، وهذا الذي حدث لما كانوا يريقون آنية الخمر ويستعملونها بعد أن ينظفوها، نعم، ويزيلون ما فيها. نعم. لو إنسان توضأ تقتسل من آنية الذهب والفضة، نعم، لما ترجع الآن لقول المصنف يريده، ماذا قال هنا المصنف؟ قال: وتصح الطهارة منها. أيوة، وتصح الطهارة منها على قول المذهب. مع الإثم. أيوة، على قول المذهب، لأنه أخذ بظاهر الدليل،
ما هو ظاهر الدليل الذي يشربه في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ فهنا ماذا حدد الشارع؟ حدد الذي يشرب، ومن باب أولى الذي يأكل، لأن لا شك أن الشرب أقل من أقل من الأكل. وفي ذلك قالوا خرج منها الذي يتطهر، قالوا فالطهارة صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم. الطهارة صحيحة مع الإثم. والذي هو أقرب العلم عند الله أنه لا أكل ولا شرب ولا طهارة. لماذا؟ لأن ما تقوم به الدين أولى مما يقوم به البدن. الطهارة هذا يقوم بإيش؟ يقوم به دين، صحيح؟ يقوم به صلاة وعبادة وحج إلى غير ذلك، من يتطهر لأداء عمرة أو لأداء نسك أولى مما يقوم به ماذا؟ مما يقوم به البدن من الطعام ومن الشراب. لكن إن احتاج إليها ولم يجد إلا هذا الإناء الذي فيه الذهب والفضة ليغتسل منه أو ليتوضأ منه، فإنه يصح مع ماذا؟ مع الإثم. إذن الذين يضعون الصنابير في بعض البيوت من بيوت المسلمين يضعون صنابير من إيش؟ من الذهب ومن الفضة، ها، وإن كان يتوضأ منها أو يطهر منها فإنه مع كل وضوء وطهور فإنه يأثم لذلك. حتى وإن فيها ضب، حتى وإن طريت بذهب، نعم، نفس الحكم. بعضهم شيخنا في الملاعق والأغنياء ملاعق فضة. أيوة نعم، ملاعق يقول لك هذا حتى في المثل يقول هذا ولد وفي فمه ملعقة ذهب وفي فمه ملعقة فضة، وكأنه بذلك أنه يعني يتندر بذلك أو أنه بذلك يجد أن له فضلا على غيره، وما علم أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والستر والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لماذا إذا ماذا هو يقول؟ ماذا هنا عندنا في الحديث يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا هذا الإهاب، النبي هنا قال إذا دبغ الإهاب، لأن فلما تجد الاستغراق هل كل إهاب دبغ يطهر سواء كان لميتة أو لما زكي؟ قالوا لعل والعلم عند الله أن المقصود بذلك إذا دبغ الإهاب لما كان مزكا وليس لما كان ماذا؟ وليس لما كان ميتة. ومنهم من قال هذا يشمل ما كان ميتة وما كان ما كان مزكا، لكن هنا على المذهب عندنا أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، جلد الميتة لا يطهره الدباغ، ولا يجوز أن يستعمل منها شيء، لا لبن ولا ظلف ولا جلد ولا شيء ولا شيء البتة إلا الشعر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشعر منفك عن الجسم، وهي عبارة عن خلايا ميتة في الأصل، فلا مانع. إذن هنا معناها لو أنه وجد ميتة فإنه يجوز له أن يجزها وأن يستعمل شعر اللي هو الصوف هذا الذي يخرج منها، ولا يجوز أن يستعمل جلدها لأنه منفك عنها. نعم. الوبر والريش هذا يدخل، هذا المقصود به، هذا هذا الشعر. نعم. نعم هذا هو الشعر. نعم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. ممتاز. إذا رأيتم، إذا هو أخذ كلمة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إنما أخذه لمن؟ الحية المذكى، للحيوان المذكى، أنه يؤخذ كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم ومعز، فإنه يؤخذ الجلد ويدبغ بالقرض وإلى غير ذلك والملح، ويستعمل ويستفاد منه. نعم. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. وما أبين أي ما قطع من حي فهو كميتته.
وهنا مسألة عند أحمد وغيرها وغير من العلماء أنه إذا ذكي الحيوان بإبانة الرأس عن الجسد، يحدث عند بعض الناس إذا جاء يذبح فإنه يبين الرأس تماما، وإلا الذبح لا يبان فيه الرأس، يعني لا يقطع في الرأس كاملا، إنما الوجهين والحلقوم حتى ما يعني ينهر الدم. لكن مرات الإنسان تجده إذا معه دجاجة أو معه أرنب أو معه من بهيمة الأنعام يقطع تماما حتى يبين الرأس من الجسد، على قول في إحدى الروايتين أنه لا يستعمل فهو ميت، وعلى القول الراجح والعلم عند الله أنه لا شيء فيه. الإنسان ينتبه عند الذبح لا يبين الرأس من الجسد، لا يبين الرأس من الجسد. نعم. إذا لو أنه جاء لبهيمة الأنعام فقطع ذراعا منها فهذا الذي أبين منها ميتا، لا يجوز أن يؤكل، واستثني الرأس عند الذبح مع الخلاف، مع الخلاف كما ذكر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. ممتاز. الآن من الأشياء الترتيب الطبيعي أنه بعد أن تكلم عن المياه وبعد أن تكلم عن الآنية، فلا شك أن هذه الآنية استعمالاتها كثيرة، تستعمل في الشرب والأكل والطهارة أيضا، صحيح، والطهارة أيضا. فمن جمال الكلام ما قال باب الاستجمار، قال باب الاستنجاء. والنجو هو القطع، وهو استعمال الماء في إزالة النجاسة، استعمال الماء فيما خرج من السبيلين. وهذا ترتيب منطقي، لأن الإناء لن يوضع فيه تراب، وإن كان لا مانع أن يوضع فيه التراب، لكن العادة تجد أن يوضع فيه الماء ولا يوضع فيه التراب. فبدأ بباب الاستنجاء. وعندنا الاستنجاء والاستجمار فرق بينهما. الاستنجاء من النجو، وهو القطع، وهو قطع النجاسة باستعمال الماء، ولا يجوز مانع في الاستنجاء إلا الماء، ما يجوز ماء مائع إلا إيش؟ إلا الماء، وسيأتي معنا. أما الاستجمار فهو استخدام الأحجار والكواغط والمناديل والأوراق خلا العظم والروث في إزالة النجاسة فيما خرج من السبيلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا نعم ممتاز. إذن هذه آداب قضاء الحاجة. وهناك امرأة من بريطانيا أسلمت لما علمت آداب قضاء الحاجة. انظر إلى جمال هذا الدين. في موقع الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد، هذا موقع من أجمل المواقع التي ينتفع المسلم فيها في الأسئلة والأجوبة، لأنك لا تجد فيه إلا قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، اللجنة الدائمة، بن باز، بن عثيمين، وهكذا، لا ينفرد فيه بقول نفسه. والموقع قديم، له أكثر من 17 سنة، بدأ بلغة واحدة، الآن فيها أكثر من 13 لغة، حتى الصيني والفارسي موجود في هذا الموقع، ومن أوائل المواقع التي استخدمت التقنية الإنترنت في الدعوة إلى الله عز وجل، رفق الله القائمين عليه لكل خير. الشاهد، تقول المرأة: إني أعلم أن لكم آدابا في دخول دورات المياه، فهل أفدتوني عنها؟ فلما أفيدت بها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتجد من بعض المسلمين عفى الله عن الجميع يقول: ما هذا التعقيد؟ إيش برجل اليمين وادخل بالشمال واطلع بالشمال وادخل باليمين؟ إيش هذا؟ ما خلاص يا أخي، ندخل بأي رجل وانتهينا، يعني إيش
التعقيدات نقول سبحان الله، إن هذا الدين ما نزل إلا لتشريف الإنسان وتكريم الإنسان، هيئك لأمر لو تقنت لا فرض بنفسك أن ترعى مع الهمر. لما قال يستحب، هذا الاستحباب هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة فيها أمر، والأمر إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا، وفيها النهي، وإما أن يكون حراما أو أن يكون مكروها، وفيه ما لا عليه دليل أمر ولا دليل نهي، وهذا هو الذي يكون إيش، وهو المباح، وهو المباح أيضا هذا وبينها. إذا لما قال يستحب، والاستحباب هو ما يثاب فاعله امتثالا، وتاركه ليس معرضا للعقاب. وأبواب الاستحباب في الدين كثيرة، وكلما الإنسان فعل هذه المستحبات فإنها تجبر له ما يكون من نقص في الواجبات، كصيام اثنين وخميس والأيام البيض كنافلة لفريضة، وهذا ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا هل له من تطوع، هل هي المستحب هو التطوع، فإن وجد له جبر ما كان فيه نقص من الفريضة. إذا يستحب للإنسان عند قضاء الحاجة أنه يقدم الرجل اليسرى، هذه واحدة، وأن يقول يعني يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية من الخبث والخبائث بسكون الباء الموحدة التحتانية وتحريكها ضما، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وهي ذكور وإناث الجن، وأعوذ أي ألتجئ إليك يا رب، أعوذ بمعنى ألتجئ إليك يا رب. لماذا؟ لأن في أماكن الحشوش والكنف ودورات المياه يسكن الجن في تلك الأماكن، وكم من إنسان مس وأوذي في هذه المواطن. فإذا أردت أن تدخل فتقول هذا الدعاء ليقيك الله ويعيذك تبارك وتعالى من شرور إناث وذكور الجن في ذلك المكان. نعم. لا كلها قبل الدخول في أماكن هذه لا يذكر اسم الله في داخل هذه الأماكن، هذه أماكن نجاسة لا يذكر فيها اسم الله، هذا عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول وأنت على الباب قبل أن تلج برجلك إلى داخل ذلك المكان، أو إذا أردت أن تبعد النجعة فقبل أن ترفع ملابسك وتجلس تقول هذا الدعاء لمن كان يتخلى في البرية. نعم. الوضوء داخل دورات المياه يقولها بقلبه ولا يحرك بها لسانه، وإن لم يقولها تختيار بعض أهل العلم فلا حرج، لأنها مستحبة. نعم. ولذلك المغاسل ينبغي أن تكون خارج أماكن قضاء حاجة. طيب، وإذا جلس في ذلك المكان لا يرد سلاما ولا يذكر الله تبارك وتعالى حتى يخرج منه. النبي عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة لما مر عليه الرجل وسلم فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ووضح له أنه لأنه كان فين، لكن في مكان تقضى فيه الحاجة، شرحه تعمل الشمس. إذن وإذا انتهى يخرج باليمنى ويقول غفرانك. ما معنى غفرانك؟ أي يا ربي أستغفرك لذلك الوقت الذي لم أذكرك فيه، لذلك الوقت الذي لم أذكرك فيه. أما الدعاء الآخر، الحمد لله الذي أبعد عني الأذى وعافاني وله تكملة وأذن لي في ذكره، فهو ضعيف. أما غفرانك عند مسلم، الجزء الثاني ضعيف. نعم. أيوة نعم، لكن هي الكلمة الواردة كلمة غفرانك. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. نعم. عكس مسجد ونعل. أيوة، عكس مسجد ونعل. حقيقة في موضوع المسجد لم يدل دليل صريح على أنه يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، ما في دليل صريح على قول المحققين من أهل الحديث،
وأيضا في دعاء دخول المسجد لا يوجد دليل صريح صحيح أنه يبدأ فيه بالبسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ورد: أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإن خرج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وعلى أي رجل فإنه دخل بها جاز له ذلك. إنما العموم من باب كان يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله، فلما كان المسجد من الأماكن المباركة قدمت فيه اليمنى، والانتعال ورد فيه الدليل، حديث عائشة في تناوله والانتعال ورد فيه الدليل أنه ينعل باليمين وينزع بيش باليسرى. نعم. أما المسجد الحديث ليس فيه صحيح. نعم. واعتماده على رجل اليسرى، أي ممتاز. لماذا؟ لحديث حفصة حديث ابن عمر أن يعتمد على الرجل اليسرى، وأي جلسة يعني في قضاء الحاجة ليسهل خروج الفضلات، وإن اعتمد على الرجلين فلا حرج، وإن جلس على الكرسي هذا اللي يسمون الحم أكرمك الله المقاعد الأفرنجية فلا بأس، على أي شيء هذا كل أمور مستحبة، إنما يجلس على ما يرتفق عليه ويتيسر له. نعم. وبعده في فضاء، وبعده إن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، يعني يبعد، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أبعد النجعة، يعني بعد حتى يتوارى عن أنظار الناس. نعم. واستتاره هذه كلها لو رقمنا، هذا نجد عندنا أرقام، هذه كلها الإنسان مطالب بالتستر، وهذا يدل على جمال هذا الدين. غير المسلمين لا يتسترون. يقول أحد الناس: قديما كان في اليمن، يقول لما قامت الحرب التي كانت قبل 26 سنة في 90 الأفرنجي، يقول لما قامت هذه الحرب أجلينا إلى قاعدة فرنسية في جيبوتي، فلما نزلنا بها كانت الحمامات كلها مفتوحة على بعضها البعض، لأنها فرنسيون غير مسلمين. قال: فلما أخبرناهم أن ديننا قل كذا، قال: وضعونا تيزارات، وضعونا فواصل بين المراحيض، ووضعوا لنا على الأبواب ستر. انظر إلى جمال هذا الدين، كيف الإنسان يقضي الحاجة وينظر إلى عورة الآخر؟ دين عظيم، لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة في ثوب واحد، يعني ما يجوز لك أنك تغطي أنت وخويك بشرشف واحد. قال: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كما عند أهل السنة. فديننا دين عظيم، ديننا من عظمته أنه دين يقي من كل ما يثير الشهوة ويؤدي إلى الفاحشة. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة، أيوة، أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، يعني مكانا مطمئنا، حتى كلمة الغائط في اللغة تعني المطمئن من الأرض. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الغائط في اللغة هو المكان المطمئن من الأرض، مكان الرخو، ليس مكانا جاف يعني يابسا صلبا. لماذا؟ حتى لا يرتد الرشاش عليه عند قضاء الحاجة. نعم. ومسحه بيده اليسرى، نعم، بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يزيل النجاسة باليد اليسرى. نعم. وإن كان ليس له إلا يد يمنى، اليد اليسرى مشلولة أو مقطوعة أو إلى آخره، جاز له ذلك. هذا كل الأمور على الاستحباب، الإنسان ما يتسالف مثل هذه الأمور بقدر الإمكان، كما قال بعض السلف: إن استطعت لا تحك رأسك إلا بدين فافعل.
وكان بعض عثمان وغيره يقول ما مسست ذكري بيمناي منذ أسلمت، ما مس ذكر بيدي اليمنى منذ أسلم. انظر إلى أي حال من هذه الأحوال كان السلف رحمهم الله. نعم، الأصل هي اليد اليسرى في إزالة النجاسة ومس هذه الأماكن. نعم، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. هذا ما في كلمة النثر، هذه باب من تدخل في الوسوسة، النثر أو أن يمسك بحبل أو أن يقفز وينزل، كل هذه من أمراض التي تؤدي إلى الوسوسة. وإنما قال المصنف رحمه الله أنه من أصل ذكره إلى مقدمه من باب أنه يتأكد من خروج مثل هذه الأشياء، وهذا لا يشترط كل هذه الأشياء، يكفي حتى لو من أصل من مقدم الذكر أزال بكاغط أو بحجر أو بغير ذلك وأزالت النجاسة فقد تم المقصود والحمد لله. نعم، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ما أيوة، يعني أن يتحول من الموضع الذي قضى الحاجة فيه من بول أو من غائط إلى موضع آخر ليستنجي، أي ليغسل بالماء إن خشي ماذا؟ إن خشي أن يتلوث. نعم، كل كلام العلماء ليقطع الباب على الوسواس، ليقطع الباب على ماذا؟ على الوسواس. نعم، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. أيوة ممتاز، يعني ما ينبغي الإنسان أن يدخل إلى الخلاء بمصحف أو بكتاب فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بخاتم فيه ذكر الله تبارك وتعالى إلا لحاجة، وهي نكرة عم أقلها وأعلاها، خشية السرقة، خشية الفقد إلى غير ذلك، فلا مانع. نعم، وجاء في الحديث وإن كان في ضعف عند الترمذي في الشمائل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل خاتمه إلى بطن كفه إذا دخل الخلاء وهو ضعيف. نعم، هل تدخل في الأذناب الخلايا ولا لازم تنزل؟ لا، كل مكان يقضى فيه الحاجة حتى وإن كان مكانا بعيدا في البر. أي نعم نعم، ما لم يخشى الضياع وما لم يخشى التلف. نعم، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. نعم، أن يرفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض، كل هذا من باب ماذا؟ كل هذا من باب الاحتياط من الوقوع في الوسوسة التي تؤدي من تفكير النجاسة، أن يقول لك أنا ما رفع الثوب كذا، كل هذا يدخل كل دي من باب الوقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم، وكلامه فيه، الكلام ينهى عن الكلام، الكلام ينهى عنه، إن الله عز وجل يمقت الرجل، الرجلين يضربان الغائط يتكلمان. نعم، لذلك هذه من الأمور المهمة، إن الإنسان تجده في الغائط ويتكلم مع من بجواره، بذلك تحدث هذا في التجمعات أو في الجامعات أو إلى غير ذلك. نعم، هذا المكان ليس مكانا للكلام. نعم، هنا قال يكره، الكراهة هنا كراهة التنزيه، ولكن والعلم عند الله أن الأصل القول الرواية الأخرى أنه يحرم له ذلك بغير حاجة، لأن النبي حتى السلام لم يرده عليه الصلاة والسلام، السلام لم يرده صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتكلم إلا لحاجة كخوف سبع أو تعثر رجل أعمى في بئر أو حية أو تحذير من أمر إلى غير ذلك، أمر غير حاجة لا يتكلم. نعم، وبوله في شق ونحوه. أيوة، البول في الشقوق، حتى يقال عن بعض الصحابة لعله سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه بال في شق فمات، لدغته حية فمات. لماذا البول في الشقوق منهي عنه؟ لأنها مواطن الحيات والعقارب والجن والشياطين، وكل شيء يؤدي إلى الأذى جاء الشارع بالوقاية منه. نعم، ومس فرجه بيمينه. نعم، يكره له أن يمس فرجه بيمينه ولا يحرم له ذلك. نعم، واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، حتى ولا يستنجي، يعني لا يصب الماء باليسرى ويغسل باليمنى، أو أنه لا يأتي بالحجر ويمسكه باليمنى ويزيل النجاسة، لا، كل شيء يكون بإيش؟
باليد اليسرى إلا من كان مقطوع يد أو مشلول، عفان الله وإياكم. نعم، فالضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر بقدرها. نعم. واستقبال النيرين. النيران هم الشمس والقمر، ودليلها ضعيف، حديثها ضعيف، إنما المنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها، أما القمر والشمس فله علاقة بذلك، حديث ضعيف، إن هو إذا قضى أحدكم حاجته فلا يستقبل النيران، حديث ضعيف، والنيران هم الشمس والقمر، فحديثها ضعيف، إنما المنهي عنه وسيأتي قريبا هو القبلة استقبالها أو استدبالها بغول أو بغائر. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ممتاز، التقييد هذا تقييد مهم، والمسألة فيها أقوال. القول الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها بغول ولا بغائط. القول الأول في المسألة أن ذلك مطلق في بنيان أو في عراء. القول الثاني قالوا لا، هذا يخص البنيان دون العراء. قالوا ولما؟ قالوا لحديث ابن عمر في قصة في المتفق عليه، لما رقى فوق بيت حفصة من غير قصد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستقبلا القبلة مستدبرا إيش بيت المقدس، فقال هذا كان فين؟ هذا كان فين؟ كان في بنيان، فهنا خرج من التحريم إلى الكراهة. قالوا النبي لا يفعل المكروه، قالوا إذن خرج من التحريم إلى الإباحة، وأصبح أن الأمر يخص فقط فين؟ العراء والبر، في العراء والبر وليس في الأماكن التي فيها البنيان، وهذا أقرب العلم عند الله. لكن الأحناف لا يرون به أبدا لا في بنيان ولا في غير بنيان، ولذلك تجد بيوت الأحناف سواء الهند ولا الباكستان وبالتالي ما تجد أبدا يضع المرحام لا في استقبال القبلة ولا في، ولكن شرقوا أو غربوا. قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبر بولا ولا غط، ولكن شرقوا أو غربوا. طب ليش شرقوا وغربوا؟ قال لأن هذا كانت المدينة الجنوب والشمال مكان القبلة، استقبالها جنوب واستدبارها شمال، فتصبح الجهة الثانية شرق أو غرب. طب إحنا هنا القبلة عندنا شرق واستدبارها غرب، إذن هنا الشمال أو جنوب. لما النبي قال ذلك على موضع فين؟ موضع في المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قضى حاجته والبعير بينه وبين القبلة، فدل على أن هذا الأمر يخص ماذا؟ يخص إذا كان ما في شيء بينك وبين القبلة، حائل يحول بينك وبين القبلة. نعم. ولبسه فوق حاجته. أيوة، واللبس بالثاء المثلثة أي المكس، يعني ما ينبغي أن تمكث في مكان قضاء الحاجة أكثر من حاجتك، وهذا درء للوسواس. سيد بعض الموسوسين الله يعافينا وإياكم يجلس في الأماكن قضاء الحاجة بالساعات الطويلة فوق قضاء حاجته، ولذلك انظر كلام الفقهاء، تجد بعض الناس يعني يتندر على الفقهاء ويتحكم، نسأل الله العافية والسلامة، ومن يرى كلامهم يعرف أنهم قد عركتهم التجارب والخبرة. الموسوس الآن ماذا يفعل؟ تجده في الحمام بالساعات. بعض احنا عارف أخ فاضل إمام مسجد، ما مسجد سبحان الله، قالوا الوقت وقت الجمعة خلاص وينك؟ أنا في الحمام خلاص، المحراب المنبر مطالب أن تصعد المنبر، أنا في الحمام. تجد من الساعة الطويلة يظل فين؟ في مكان قضاء الحاجة. لا، قضيت حاجتك أخرج، ولا تقول طيب بقي شيء نزل مني شيء أنا ما استنجيت، يا أخي استنجي كما أمرت السنة واخرج مباشرة. إن من ترك الوسواس علاجا للوسواس، أما التفكير فيه والبقاء في الحمام فوق ما وقت حاجتك هذا الذي يؤدي إلى الوسوسة وإلى المس، عافانا الله وإياكم، وإلى تكالب الجن وتكالب الشياطين، الله يعافينا وإياكم. نعم. وبوله في طريق. نعم، هذا منهي عنه، نهي تحريم هنا. وظل النافع لورود الدليل، اتقوا المناعن الثلاث الذي يتخلى في ظل، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في ظل الناس وموارد مائهم، هذا منهي عنه هذا الأشياء، نهي ايش؟ نهي تحريم، انه يتخلى
في ظل الناس وفي طريقهم وفي مورد مائهم. وأنتم رأيتم في بعض البلدان مرض يسمى البلهارسيا. البلهارسيا عبارة عن دودة تدخل في الجسد وتدخل إلى الكبد وتتغذى على الدم فتصيب صاحبها بتليف الكبد وبنزف مستمر ثم يموت في ريحان الشباب. من أين أتت هذه الدودة؟ الله يعافينا وإياكم. من قضاء الناس حاجاتهم في موارد الماء. هذا يسموه الميديكال بروتكشن، الطب الوقائي. قسم كبير اسمه الطب الوقائي في كليه الطب، تخصص كبير جدا اسمه الطب الوقائي. اللي قال اللي جاء فيه درهم وقايه خير من قنطار علاج. اذا هذا موجود عندنا في القران، موجود عندنا في السنه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، موجود في السنه. لما النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يتخلى الرجل فين؟ في ظل الناس وفي مواردهم وفي طرقاتهم. من اجل ماذا؟ من اجل هذه الامراض، امراض زي التيفويد، الكوليرا، السحائي، التهاب السحائي، البلهارسي. كل هذه تاتي من فين؟ من هذه الامراض تاتي من البول ومن الغائط. الله عافينا وإياكم. كانت في الطرقات فتاتي عليه الذباب والبعوض، او في موارد مياههم فتاتي الديدان. الله يعافينا وإياكم. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، لأنه يفسد، لأنه مفسد للثمار. الله يعافينا وإياكم. نعم. وهذا هو التقوى الملعن الثلاثة، اللي هو في ظل الناس ومواردهم وطريقهم. نعم. هذه شاف كلها البول والغائط. كلها. نعم نعم، كلها البول والغائط. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. أيوة. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ممتاز. إذن هو جمع بين الأمرين، وفيه حديث ضعيف وهو تفسير لقول ربنا تبارك وتعالى: فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه نزلت في أهل قباء أو في أهل قباء، وجاء في الحديث إن كان فيه ضعف أنهم يتبعون الماء الحجارة، يتبعون الماء الحجارة. فقضاء الحاجة النجو منها على مواطن. الموطن الأول هو أكمله، وهو قال المصنف يستجمر ثم يستنجي. أيوة، إن هو الأول تزيل بالكواغط أو بالأحجار ثم تتبعه الماء، هذا الأكمل. هذا رقم واحد، تستجمر ثم تستنجي. الثاني أن تستنجي فقط بالماء. الثالث أن تستجمر فقط بالأحجار أو بالكواغط أو بالمنديل أو بالخرق إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه ثلاثة مراتب. أعلاها المرتبة الأولى اللي هو استجمار ثم استنجاء، بعد ذلك يأتي استجمار، بعد ذلك يأتي استنجاء. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويجزئه الاستجمار، يعني يكفيك أنك أنت تزيل بالكاغط أو بالمنديل أو بالورق أو بالأحجار ما لم يعد مكان العادة. اللي هو ما معنى مكان العادة؟ المقصود بها اللي هي فتحة القبل وفتحة الدبر. يعني إذا لوث مكان آخر هنا يستحب لك أن تستخدم إيش؟ أن تستخدم ماء، لأن هنا الأحجار لن تجزئ ولن تزيل هذه النجاسة إن لوث البول أو البراز أكرمكم الله مكان العادة اللي هو فتحة القبل وفتحة الدبر. نعم. ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. أي ممتاز. إذن الآن بعد أن انتهى من توضيح وبيان ذلك أراد أن يبين حكم. بعد انتهى من الاستنجاء بدأ يتكلم في الاستجمار، وقال هذه الأحجار لها صفات. أول شيء أن تكون طاهرة، لا يؤتى بأحجار فيها نجاسة، وأن تكون منقية يعني تنقي وتنظف المكان. نعم. غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان. لورود الدليل في ذلك. ما هو الدليل في ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجمار بالأحجار غير روثة وعظم. قال فإنه ركس، أو في رواية إنه رجس.
والطعام المحترم لأنه من باب شكر النعمة. وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الجن الطعام لهم ولدواب قال لكم بكل روثة ذكر اسم الله عليها أوفر ما تكون حبا علفا لدوابكم، ولكم بكل طعام ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما لكم. نعم. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب. ولو بحجر، ما معنى الحجر ذي شعب؟ يعني حجر له ثلاثة أسنان أو له ثلاثة أوجه، على اعتبار بكل وجه وبكل سن وبكل طرف منه مسحة. نعم. ويسن قطعه على وتر. نعم، يسن قطع الاستجمار على وتر، يعني ثلاث أقله هنا. هنا أقله هنا كم؟ ثلاث لورود الدليل، أن فأتيت بثلاث بحجرين وروثة فرماها وبعظمة فرما، قال هذا لك ايتني بحجر ثالث، فدل أن أقل الوتر في الاستجمار كم؟ ثلاث. أقل الوتر في الاستجمار ثلاث، وأقل الوتر في الصلاة واحدة. أقل الوتر في الصلاة واحدة، ثلاث خمس سبع تسع إلى آخره. نعم، حتى تنقي المكان. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. أي ممتاز. ويجب هنا الوجوب، والوجوب معنى القطع، ولذلك فإذا وجبت جنوبها، معذر، الوجوب هنا بمعنى السقوط، إذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد تزكيتها. قال أطاعت بنو عمرو أميرا لها في الحرب فكان أول واجب، يعني أول واحد طاح، أول واحد قتل، هذا معنى في اللغة. ومعناه في الشريعة، معناه في الشريعة ما يثاب فاعله امتثالا وتاركه معرض للعقوبة، تاركه معرض للعقوبة. إذن هذا لما قال يجب معناها الوجوب هنا بمعنى لزوم الشيء، لابد أنك تقوم بهذا الأمر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. أيوة، إذن كل خارج من السبيلين، ماذا يخرج من السبيلين؟ يخرج من السبيلين البول والغائط والأحجار والديدان والدم والصديد، كل هذه خارج من فين؟ من المني والمني والمذي إلى غير ذلك من مثل هذه، من مثل هذه الأشياء، والودي، وفيه ما يكون فيه اغتسال كماذا؟ كالمني، لابد الإنسان أنه يغتسل فيه. المذي يكفي فيه الاستنجاء أو الاستجمار وغسل الأنثيين، الودي كذلك هو سائل أبيض لذل، المذي سائل شفاف يخرج عند الشهوة، التبكير في الشهوة، والمني سائل أبيض له دفق وله رائحة كرائحة الطلع. إلا الريح، الريح لا استنجاء ولا استجمار فيها. تجد بعض الناس أنه يستنجي ويستجمر من إيش؟ الريح. من الريح، وهذه وسوسة. إلا إذا كان الريح شديدا فخرج معه شيء، إذن هنا الاستجمار والاستنجاء ليس للريح، إنما لما ترتب على الذي خرج منها. نعم، على الشيء الذي خرج معك. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، الاستجمار والاستنجاء لا يسبق بوضوء ولا بتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. ممتاز، هذا ترتيب واضح جدا منطقي، لأنك يتسبق الوضوء بماذا؟ باستنجاء أو باستجمار. الآن يتكلم على السواك وأفراده، ويتكلم عن سنن الوضوء. نعم. التسوك بعود لين منق غير مضر. ممتاز. إذن واحد بعود، اثنين لين، ثلاثة منق، أربعة غير مضر. إذن من يرى التسوق بالكاغط أو بالمنديل أو بالخرقة
أو بالإصبع هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. لا غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة. أيوة. لا بإصبع وخرقة. غير مضر لا يتفتت، لماذا؟ لأن بتفتته ربما يدخل إلى الجوف فيكون مضرا، وأيضا يفسد صوم الصائم، يفسد صوم الصائم. قال لا بإصبع ولا خرقة. نعم، ورود الدليل أن النبي كان يتسوق بهذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. نعم. الفرشة والمعجون هذا التسوق اللغوي ليس التسوق الشرعي، هذا التسوق اللغوي، النظافة المطالب الإنسان بها، لكن التسوق الشرعي يكون بالعود من الأراك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو غيره من أغصان الأشجار التي تقوم بنفس المقام. ولذلك أنا قال بعود لين منق غير مضر ولا يتفتت. نعم. التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. ممتاز. انظروا هذا قول، هذا قول المذهب. إذا حدد الوقت للصائم أن يكون إيش؟ بعد الزوال. والصحيح أنه في كل وقت، لم يأتي الشريعة لا بقبل الزوال ولا بعد الزوال، كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كنت أرى النبي يتسوق صائما ما لا أحصي، عليه الصلاة والسلام. فالأمر في ذلك فيه سعة. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ممتاز. هذه ثلاث مواطن. يتأكد السواك عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لما أطوم بالسواك عند كل صلاة، ووضوء وانتباه وتغير الفم، لولا أن أشق على أمتي لما أطوم بالسواك عند كل وضوء. الانتباه شيخنا. والانتباه من النوم. الانتباه من النوم لحديث ميمونة، لحديث بنت عند خالة ميمونة قال: فقام النبي من النوم فشاصفاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. يعني سنة. ما هي سنة الانتباه من النوم؟ أول شيء تمسح وجهك بيدك. قال: فقام النبي فمسح وجهه بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وأذن لي في ذكره، ثم يشوص فاه بالسواك. أما عند التغير، عند تغير رائحة إيش؟ الفم، من باب النظافة العامة. نعم. شيخ نصلاوة آية العمران. وارد. أي وارد. نعم واردت أيضا. نعم. أي خلاص تمسح وجهك. وتدعو وتنظر إلى السماء وكل ما عليك سماء وتقرأ إن في اختلاف الليل والنهار العاشر الأخير يعني لواخذ في العلم. نعم. عند كل صلاة نافلة أو فريضة. نعم. متى؟ أيوة. قالوا: وهذه متى تكون؟ منهم من قال عند الإقامة، ومنهم من قال قبل التكبير، ومنهم من قال إذا دخلت المسجد. كلها واسعة الحمد لله. نعم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نشق عن وجهنا نصب بالسواك عند كل صلاة، هنا العندية بمعنى الإرادة، يعني عند إرادة كل صلاة، فالأمر فيه سعة. وعند الوضوء قالوا: متى موعدها؟ قالوا: منهم من قال عند إرادة الوضوء، ومنهم من قال مع المضمضة، وهذا أقوى. مع إيش؟ مع المضمضة. السواك يكون مع المضمضة. ومنهم من قال الأمر فيها واسع. نعم. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتب. أيوة. نعم. أما الهيئة لم يرد عليها دليل، هيئة السواك كيف تكون لم يرد عليها دليل. منهم من قال يستاك طولا، ومنهم من قال يستاك عرضا، ومنهم من قال يبدأ بالأيمن على اعتبار كان يحب التيمم في علوة رجله، وهذا من الطهور وشأنه كله، فالأمر فيه سعة. ويدهن غبا يعني من فترة إلى فترة. حديث. نعم. معين. حديث عقبة بن عامر والحديث عند مسلم أن رجلا سافر إليه وكان أميرا على أرض مصر، فقال: جئت أسألك عن حديث
قال فوجدت عليه ملابس مغبرة ووجدته حافيا، فسألت عن ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاف، وكان يحتفي أحيانا عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يظن أن الاحتفاء في الذب المسجد، ما في السنة في الاحتفاء في الذب المسجد حافيا، إنما الاحتفاء عموما، لكن مقصود بالذب المسجد تمشي حافي، لا ما في سنة في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنة في الشمائل يدهن غبا، يعني من وقت إلى آخر، لا تجعل كل وقت الإنسان هو يقف أمام المرآة في 24 ساعة في كل وقت هو يهتم بهذه الأمور. نعم. والأيوة لا لا ما في مانع، إنما الأعمال بالنيات، إنما ذلك فلا حرج، إنما ذلك فلا حرج. يقول أهل العلم وإذا كان الرجل وجيها في قومه فيسن له أن يمشي حافيا ليقتدي الناس به. قال وإن خشي، إذا كان دون الوجاهة ودون أن يطالب العلم وكذا من عامة الناس، وخشي أن يتلقفه الناس بألسنتهم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك حتى لا يعني يطولونه بألسنتهم، ونجعل ذلك في بيته أو في مكان لا يراه فيه سفلة الناس فيقعون فيه بلسانه. وده في الشيخ ابن عثيمين في الشرح، في الشرح الممتع. يقول ابن عبد القوي في منظومته رحمه الله، يقول احتفي وانتعل، امشي واركبا، اخشوشا وتمعدد ولا تتعودي. هذه ست سنن. يقول السنة جاءت انك انت احتفي وانتعل وامشي واركبا وتمعدد واخشوشا، يعني البس جميل والبس ايضا ملابس خشنة، ولا تتعود، يعني لا تتعود شيئا واحدا، لا تتعود شيئا واحدا بعين. نعم. نعم. قال ويفتحل وترا، ويفتحل وترا، وهذا ليس فيه دليل حقيقة، كل ما جاء في احاديث الاكتحال عددا وزمنا ضعيف، لم يصح في الاكتحال عددا وزمنا حديث، لكن صح الأمر فيه استحبابا، اكتحلوا بالإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر، الأمر استحبابا. أما عدد كان النبي يكتحل ثلاثا في كل عين إلى غير ذلك، وكان يكتحل كل ليلة ثلاثا، كل أحاديثها ضعيفة، لكن جاء الأمر بالاكتحال استحبابا. واحد الإخوة دائما يعني كنا نقرأ في الشمال، فقال سبحان الله، قال قرأت الحديث على نفسي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل في كل ليلة، قال فقرأتها في كل ليلة ثلاثاء، هي في كل ليلة ثلاثا، قال فقرأتها في كل ليلة ثلاثاء، قال أجيب معي الكحل وأقعد يوم الاثنين ليلة الثلاث وأقوم إيش أقوم أفتح. فلما كنا نقرأ في الشمائل قال سبحان الله طول الوقت ده، أنا أحسب أنها ليلة ثلاثاء، هي في كل ليلة ثلاثة. قلنا لم يصح حديث في الاكتحال عددا وزمنا، إنما الحديث العام بالاكتحال ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم شيخنا، هو الكحل الأسمد المعروف عند النساء الأسمد، لكن الأسمد فيه نوعان، فيه النوع اللي هو الإيراني وهو أجوده وأحسنه الأصفهاني، وفيه النوع الثاني اللي هو الذي يبيعونه، نسأل الله أن يعفو عن التجار وأن يهديهم، وهذا فيه مادة الرصاص، إنما رحم الله اكتحل الناس به فعموا والعياذ بالله. نعم. وشككوا في الحديث، قالوا كيف يجلو البصر وينبت الشعر وإحنا عمينة والنظر ضعف، لأن هؤلاء التجار والعياذ بالله يبيعونه مغشوشا مخلوقا،
إن شاء الله يعفو عنهم. في فترة شيخنا فقط شعر عيني. آه شفت كيف؟ وضعت هذا الأسمد الإيراني فالحمد لله. هذا اللي استفدنا منه راح. والله أنا مخير. أيه فهمت الآن. هذا الذي نقوله نعم. نعم هو هذا المادة هذه نعم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وجوب التسمية في الوضوء مرجوح، أما هي الأصل في التسمية في الوضوء أنها سنة. أنها سنة. يعني مع أذكار الوضوء. نعم أو قال مع الذكر يعني إذا تذكرها. نعم إذا تذكرها ولم ينسها وهو هذا على المذهب واجب، لكن في الحقيقة هو ليس بواجب، لأن حديث لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه قال بعض أهل العلم أي لا وضوء كامل، وليس المقصود لا وضوء هنا بمعنى ماذا أن وضوءه فاسد أو أن وضوءه لا يصح. نعم قال رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم ويجب الختان، وهذا رد على ما يلوكه الناس اليوم في بعض بلاد المسلمين من تجريم الختان، وإلا قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فسمى للرجل ختانا وللمرأة ختانا، وعلى المذهب فإنه يرى بوجوبه ما لم يخف. فهنا في الحالة هذه جعله واجب ما لم يخشى على نفسه، واختتن إبراهيم بالقدو عمره 80 سنة. وهنا فيها لطيفة من اللطائف، بعض المسلمين الجدد أسلموا فوقعوا في أيدي أناس سبحان الله مع قلة العلم فأخذوهم جميعا إلى الختان ويجب تختتن، فتسللوا وهربوا وارتدوا. لذلك المسألة عندما تحتاج إلى العلم تحتاج إلى العلم، فالحمد لله إن بقي مسلم من غير ختان ما ضره ذلك، فما لم يخشى عليه من باب أن يخشى عليه أن يرتد، ونحن مأمورون بأننا نبقيه على إسلامه، أو يخشى عليه في بدنه وفي صحته، إن تيسر له بعد ذلك فإنه باللطف واللين يؤخذ إلى هذا الأمر. لكن المسألة دي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم الناس ما أخذهم وقال انظروا أهم مختونون أم ليسوا مختونين، صح ولا لا؟ ما قال فيهم ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم قال ويكره القزع. نعم هنا الكراهة على قولين، تنزيه أو تحريم، والأقرب أن الكراهة تحريمية. نهى حديث ابن عمر نهى رسول الله عن القزع. وما هو القزع؟ القزع أن يأخذ جزءا من شعر الرأس ويبقي الآخر، والفترة دي منتشر بصورة عجيبة وغريبة نسأل الله العافية، بين لاعب الكرة وبين الفنانين وبين الممثلين وبين عوام الشباب، تقليد أعمى يضر صاحبه، تجده يبقي ناصية الشعر ويأخذ من أطرافه عند الصدغين وفوق الأذنين، تشبه كله بأعداء الملة والدين، ومن تشبه بقوم فهو من تشبه قوم حشرة معهم. والنهي هنا نهي تحريم لا نهي كراهة. لماذا؟ وإن حدث مع النهي تشبه زادت الحرمة وزاد الإثم، عفانا الله وإياكم. نعم طيب شيخنا اللي يفعلون تشبها هو حرام قولا واحدا صح؟ اللي يفعلون إذا فعل تشبه زاد فوقه أيضا والعياذ بالله. لا نقصد على الذين يقولون بالكراهة، كراهة القزع، لو قال بكراهة القزع إن كان متشبها، ولا شك أنه متشبه، ما عرفت هذه الحلاقات إلا من غير المسلمين، فهنا يحرم ولا يحرم بدون مواربة وبدون أدنى شك. نعم نعم ما في شك أن الذي يفتح صالون للحلاقة
فيحلق اللحية ويحلق القزع، لا شك أنه يأثم، بل وإنما له حرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا عند مسلم في حديث الرجل الذي عنده رضية الخمر، فأراده النبي أن يريقها، فوسوس له أحد الناس قال: ما تقول؟ أقول: قلت له بيعها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا قلت له حرم ثمنه. نعم. وذلك الإنسان إذا أراد أن يبدأ مثل هذه المشاريع، مشاريع مشغل، مشروع حلاق إلى غير ذلك، لابد أن يقيمه على السنة وأن يقيمه على الدين. تجد بعض محلات الحلاقة عفى الله عنا وعنهم يأتون بتلك المجلات اللي كلها صور نساء وصور فجور إلى غير ذلك، فينبغي أن تتفقدوهم حقيقة. بعض المندوبيات وفقهم الله يتفقدون في أحيائهم محلات الحلاقة، فيأخذون هذه المجلات ويبدلونها بمجلات شرعية نافعة. نعم. أخي الحبيب، ما في شيء اسمه إحنا أنا عامل. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله قبل ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما نبت من سحت فالنار أولى به. وهنا لا يتحجج بحجة أنه عامل، وإنك ما إن تترك الشيء لله إلا عوضك الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكل أدلة ترد على أقوال، إنما هذه علة عليلة وحجة سقيمة يريد بها أن يخرج من الإثم ويقول: أنا لا علاقة لي بشناء. بالعكس، أنت مسؤول عن هذا الأمر، لأنك أنت تحلق بيش بأصبعيك وبيدك، ولست الحمد لله مضطرا إلى ذلك ولا مكرها على هذا الفعل. نعم. شيخ، مثل ما قال بعض بعض الناس نصحته في حساب رزقه له محرم، نعم، سواء كان من إسبال ثوب أو كان في بيع في بقالة في دخان أو إلى آخره، وش يسوي؟ أكل عيالي، يقول إيش يسوي؟ ممتاز. نقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما نبت من سحت فالنار أولى به. ونقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونقول له عند مسلم حيث أبي هريرة: ثم ذكر رجل يقول السفر أشعى فأغبر يرفع يديه: يا رب يا رب، مطعمه ومشربه وغذية، فأنا يستجاب لهذا. ويدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. نعم. ما يمنع التناصح؟ شوف يا أخوان الدين، هذا حديث جميل: الدين النصيحة. قال أهل العلم: أسلوب حفر وقصر فيه محذوف مقدر، ما الدين إلا النصيحة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا. عموم ما قال عامل وصاحب العمل، ما قال رئيس وكانوا يعتدون. بماذا؟ بمخالفة النص والشريعة. هذا إجمال. شوف التفصيل: كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. الكل، الرئيس والمرؤوس الكبير والصغير، العامل وصاحب ايش ما، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول: قال: كان الرجل يلقى اخاه على المنكر فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. وتجد هؤلاء على قدر ما يكون عندهم من اتساع الرزق الذي يدخل إليهم، ومع ذلك لا بركة، لا بركة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك. نعم، هذا من سنن الوضوء، والسنة هي المنهج والسبيل والطريقة. السنة في الشرع هي كل فعل أو قول أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، والسنة تكون واجبة وتكون مستحبة. فإذا قلنا التوحيد من السنة، معناه إيش؟ واجب. الصلاة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معناه واجب. اللحية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، معناه واجب. فالسنة تدل على الوجوب وتدل على المستحب، وهنا تحتاج إلى الدليل لنعرف وجوبها، وإلى الدليل لنعرف استحبابها. وهذه السنة لما يقول من سنن الوضوء
يعني ما يكون فاعلها مثابا إن شاء الله امتثالا، وما يكون تاركها لا شيء عليه ما لم يزدريها أو يجحدها. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أمر السنن. كان السلف إذا علموا سنة ما تركوها. انظر الآن عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن خباب أتى لابن عمر قال إن أبا هريرة يقول من صلى على الجنازة له قيراط، ومن تبعه حتى تدفن له قيراطان، كل قيراط كجبل أحد. قال فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة ليسألها عن هذا الحديث، وأمسك في يده حصباء يقلبها حتى يأتيه الرسول. قال فذهب خباب إلى عائشة فسألها فقالت نعم كما قال أبو هريرة. قال فجاء فأخبر ابن عمر، فجاء الرسول خباب فأخبر ابن عمر قال فألقاها يعني متحسرا نادما، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كانوا يأسون ويحزنون على فوات كل سنة منهم. يقول ابن مسعود كنا نسأل عن السنة لنعملها، والناس يسألون عنها الآن ليتركوها. ما تفرط أي سنة يا أخي، والله بقدر حفاظك على السنة، بقدر ما ينور الله قلبك، بقدر حفاظك على السنة، بقدر ما توفق للواجب، بقدر حفاظك على السنة، بقدر ما يشرح الله صدرك تبارك وتعالى. وتأملوا في حياة السلف، ما يعلمون سنة إلا أنهم يا رجل في حديث الوضوء عبد الله بن جابر بن عبد الله يرحل من مصر إلى من المدينة إلى عريش مصر إلى عبد الله بن أنيس ليسأله عن دعاء الوضوء. أين الناس؟ تجد الواحد فينا يفرط في سنن الصلاة، في سنن الوضوء، ما بقي من ديننا شيء أخوان إلا الواجبات التي نحن نقوم بها. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. السواك، في مسألة السواك عند سنة الوضوء، أولا في مسكه قال أهل العلم السواك يمسك باليمنى أم باليسرى، وجهان العلماء. قالوا إذا كان في عبادة مستحبة فيمسك باليمين كوضوء أو صلاة، وإذا كان في إزالة الأذى يمسك باليسرى، يمسك باليسرى. ومنهم من قال يمسك باليمين مطلقا، ومنهم من قال يمسك باليسرى مطلقا، والأول أقرب، والعلم عند الله، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة. هذا من حيث الإمساك. نعم. السواك من حيث الآلة هو كل عود لين منق غير متفتت. ومن حيث إمساكه منهم من أهل العلم من قال إذا كان في عبادة مستحبة كصلاة أو كوضوء أو من استيقظ من الليل فشاصفه في السواك كما هو في عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا باليمين لأن دلت عليه الدليل التيمم في تنعل وترجل وطهور وشأنه كله. ومنهم من قال إذا كان في إزالة أذى مثل تغير الفم قال يمسك بيش باليسرى. ومنهم من قال باليمين مطلقا في الحالين، ومنهم من قال باليسرى مطلقا في الحالين، والأول أقرب، والعلم عند الله، والأمر فيه سعى على الثلاثة الأقوال السابقة. أوقات استحبابه كثيرة، سنتقيد ما نحن في ترتيبه الآن، وهو فين؟ الصلاة عند الوضوء انتهينا منه، الانتباه من النوم، أيوة، عند الصلاة، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم. هذه المواطن كما ذكرها المصنف رحمه الله.
طريقة السواك الأمر فيه ساعة طولا أو عرضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك حتى على كراسي أسنانه، يعني يأخذ طولا وعرضا ويأتي أيضا عليه على قواعد الأسنان، ويأتي أيضا يتسوك على اللسان حتى تسمع له تهوعا، يقول عليه الصلاة والسلام من شدة استواك وإزالة الأذى والنظف. هذه كلها طريقة ليش؟ كلها طريقة للتسوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغسل الكفين ثلاثة. نعم، هنا الآن بالنسبة لغسل الكفين ثلاثا، إذا كان منتبها من النوم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، أما إذا كان تحت هذه الصنابير والأباريق وغيرها فلن يدخل يده أصلا في إناء فيغسلها ثلاثا، ويكون الغسل مع تخليل الأصابع أيضا، ورد أيضا ذلك، ويكون من أطراف الأصابع إلى الرسغين. نعم. قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. وهذا الذي ذكرناه، ويجب من، يعني قال غسلها ثلاثا سنة، لكن تجب من نوم ليل من البيتوتة. قال: إذا استيقظ أحدكم من بيتوتته فلا يدخلن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، كما في الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. المضمضة والاستنشاق، ولها صور: أن تكون بغرفة واحدة للاثنين معا، ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، وأن تكون بثلاث غرفات للاثنين معا، يعني بغرفة المضمضة مع الاستنشاق، غرفة مضمضة مع الاستنشاق، غرفة ثالثة مضمضة مع الاستنشاق. هي غرفة واحدة. نعم نعم، عادي جدا، يجوز. أنت الآن المدة هذا ملء هذه القارورة اللي هي 220 ملي يكفيك للوضوء كاملا، فلا غرو أنك أنت تجعل يدك كفا فيه ماء وتتمضمض وتستنشق به ثلاثا ثلاثا، أو أن تأتي بغرفة مضمضة واستنشاق وتكررها ثلاثا. الهيئة الثالثة بست غرفات، ثلاثة للمضمضة متتابعة وثلاثة بعد ذلك للاستنشاق. نعم. والاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف والاستنثار هو إخراجه. نعم. والمضمضة قيل تدوير الماء في الفم، هذا هي المضمضة، تمضمضة الحية إذا تلفلفت على أو التفت على نفسها، والمضمضة تدوير الماء في الفم. نعم. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. أيوة، لورود الدليل. قال: وبالغ في الاستنشاق والمضمضة ما لم تكن صائما. كلها سنن يا شيخ. أيوة، كلها من السنن. نعم. قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. نعم، الأصابع طبعا في غسل اليدين، واللحية في غسل الوجه، قيل تخليلها أي وضع الماء مع الأصابع حتى تتخللها إذا كانت، هنا ضبطها بأنها إذا كانت كثيفة. نعم. قال: والتيامن. التيامن يعني البدء بالميامن قبل المياسر، وإن أخطأ فبدأ يسار اليمين صح وضوءه. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد ماذا؟ بعد مسح، يقصد بعد أن تمسح الرأس وجهان، ممكن بنفس الماء أو أن تأخذ ماء نيش جديدة. نعم. والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. بوب البخاري كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة، الوضوء مرتين مرتين، الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهنا يقصد به في الأعضاء التي وردت السنة فيها بالثلاث، أما بالنسبة للأذنين والرأس لم ترد إلا مرة واحدة. مسألة: هل يجوز هنا في الوضوء الواحد أن أغسل أجزاء ثلاثا وأغسل أجزاء أخرى اثنتين وأغسل أجزاء ثالثة مرة؟ نعم يجوز، والضابط الإنقاء، والضابط الإنقاء، ولا تزد عن ثلاثة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. نعم، الآن بعد أن نتكلم عن السنن نتكلم عن فروض الوضوء، نتكلم عن صفة الوضوء. والفرض
المقصود به هو الواجب في الوضوء، إذا لم يفعله بطل وضوءه. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. أيوة، هنا قال في فروض في الوضوء، ودليله الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال غسل الوجه والفم والأنف ماذا منه، يعني المضمضة والاستنشاق إيش منه. نعم. قال وغسل اليدين. وغسل اليدين وتبدأ، وهنا مسألة مهمة نراها في بعض الناس، أنه إذا جاء يغسل اليدين يبدأ من الرسغ، وهذا وضوءه باطل. غسل اليدين نوه على ذلك أيها الفضلاء، يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين وليس من الرسغ، لأن اليد هذه من هنا، من هنا تبدأ. يا الذين يدخلون الصلاة صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شيخنا، الغسلة الأولى لليدين ثلاثا ما تجزئ عن هذه؟ لا ما تجزئ، العضو مستقل بذاته. نعم نعم. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس، قال و ما يمنع، ما في مانع. الأصل فيه الإنقاء. في شيخ الوضوء إذا غسلت عضو اليد مثلاً هنا مرتين إلى ثلاث مرات، ما في مانع، لا مانع. كل من السنن. الأصل فيه الإنقاء، أكمله الثلاث وأقله الواحدة، هذا فيما غسله ثلاث مرات. قال رحمه الله تعالى ومسح الرأس قبلها ومنه غسل اليدين. نعم، انتهينا من هنا. أيوة. الموضوع الباطل إن شاء الله. طبعاً الاثنين والثلاثة كلها. نعم. إذا مثلاً اليدين غسل هذه اليمنى فلا، هذه. ما في مانع. وبالنسبة لغسل اليدين قلنا تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومن بدأ من الرسغ إلى المرفقين فوضوه باطل. نعم. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس ومنه الأذنان، وليست على اعتبار أن الأذنين، في دليل يقول لك الأذنان من الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. والصحيح أن الأذن، أن مسح الرأس كما في حديث المغيرة وغيره، لا الأذنان ليس فيه. مسح الرأس يبدأ من مقدمه إلى قفاء، ثم يرجع من المكان الذي بدأ منه، وليس فيه الأذنان كما جاء في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على المذهب هنا يرى أن الأذنين واجبة منه، فرض، لكن ليس الأمر كذلك. نعم، يعني مستحبة في القول الثاني. نعم، هذا الصحيح. نعم، ورود صفة الوضوء في ذلك. نعم. قال وغسل الرجلين. وغسل الرجلين إلى الكعبين. وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا المقصود بالموالاة، يعني لا تأتي إلى الرأس وقد جف اليدان، إذا فعلت ذلك فوضوءك باطل، لابد أن توالي بين الأعضاء جميعا، فلا تأتي لعضو تال وقد جف العضو الذي قبله. نعم. ترتيب والترتيب أيضا لورود الدليل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم صاحب رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب بين الأعضاء، لكن في العضو الواحد إذا بدأت باليد اليسرى قبل اليمنى صح وضوءك، لكن لا تبدأ في الوضوء بالرأس قبل اليدين، ولا تبدأ بالرجلين قبل اليدين. إذن في الأعضاء المتتابعة اتبع ما ورد فيه الدليل، أما في العضو الواحد إذا كان له عضوان فلا مانع إذا بدأت باليسار قبل اليمين، ولا حرج فيه في ذلك. وضحت المسألة هذه؟ يعني الآن الآية: يا الذين يدخلون من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. شوف التتابع: الوجه بعد اليد. لو غسل اليد قبل الوجه نقول لا، غير صحيح، يبطل وضوء. لكن لو جاء في اليدين فبدأ باليد اليسرى قبل اليمنى نقول هي سنة، الترتيب بين العضو الواحد
بين جزئي العضو الواحد سنة، لكن الترتيب بين الأعضاء كلها فرض لورود الآية. نعم هذا يعني ما في مانع، ما في مانع. الفرض عندك حتى الكعبين، والغاية داخلة في المغير، يعني تغسلهما على الكعبين، إذا زدت إلى الساق فلا مانع. أبو هريرة كان يصل إلى العضد ويصل إلى الساق، فرأوه قال أنتم هنا يا بني فروخ، أن خشي عليهم وندخل في الوسوسة. نعم قال الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، والغرة هي في الجبهة والتحجيل عند الكعبين وليس في الساق، كغرة وتحجيل الخيل. نعم من آثار الوضوء. نعم أقصد شيخنا حديث أبو هريرة أنه فمن صلى الله عليه وسلم غرة في الحديث، هذا مدرج، هذه الزيادة في الحديث هذه مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن صلى الله عليه وسلم فليفعل، هذا مدرج، ولذلك هو كان يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. أي ممتاز، لأن إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نعم فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، والنية محلها القلب، ومن تلفظ بها فهو بدعة. جاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان يتلفظ بالنية في الصلاة، وهذا فعله، والحديث له فيه سنده للشافعي صحيح، إلى الشافعي الأثر سنده له صحيح، لكن أولى بالاتباع هو من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقل يأخذ من كلامه ويقول حتى الشافعي رحمه الله يقول ما جئت في كلامه فقد ثبت السنة فأخذه به، وإن لم تجد فضل به عرض الحائط رحمة الله عليه. نعم طيب شيخنا بعض الأخوان يعني من السوريين والتمام بالشافعي ترى تلفظون بالله أي ما يمنع، إحنا الآن إذا عرف الدليل لزمه أن يلزمه، نقول هذا اجتهاد الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهو ليس عليه دليل من كتاب ولا من السنة، ما عنده دليل، ما في دليل، ما في دليل يحدث، حتى تعلم أن الكمال لله تبارك وتعالى. ونفس الشافعي كان يقرأ عليه المزني الرسالة 50 مرة، وفي كل مرة يغير يبدل، حتى قال أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه، قال خلاص انشر لا عاد تراجع عليه مرة ثانية. وما من كما يقول أحد السلف، وما من كاتب إلا ويتمنى أن يقول لو كان هذا مكان هذا وكان هذا مكان هذا، لكن أولى بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، الأسوة في النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الله على السلف والخلف. نعم من أهل السنة كل خطأ، التلفظ بالنية بدعة بجميع النسب. إيه نعم نقول إحنا هذا اللي يحكي عنه، نقول له طب كان الشافع ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشافعي نفسه رفع الكلفة عن نفسه لما قال ما وجدت في كلامي ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإن لم تجدوا فاضربوا به عرض الحائط، وما علي تثريب، أنا خلاص أنا مجتهد فيما وصل لمرتبة مراتب إيش الاجتهاد، لكنه رام صوبا فأمحل رحمه الله. إذن الأول هنا اتباع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعتذر للشافعي أنه اجتهد فأخطأ، والنبي قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم طيب أكمل أو تجديدا مسجدا ناقيا حدثوه ارتفع. نعم فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. نعم هنا المصنف رحمه الله لما تكلم في هنا المسألة قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة، أعد فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. أي ممتاز، هذا كلام جميل. إحنا قلنا الآن ينوي رفع الحدث يعني مثل البول أو النوم وغيره، يتوضأ وينوي رفع إيش الحدث ونية محلها القلب. طيب أو أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة مثل الصلاة مس القرآن، فلو توضأ بنية أن يقرأ القرآن مثلا
فإن حدث ويرتفع، لأنه نوى أمرا لا يصح ولا يباح إلا بإيش؟ إلا بالوضوء. عرفتم هذا الكلام؟ طيب، وأن ينوي الطهارة لما تسنه له الطهارة ولا تجب، كالنوم وذكر الله والقرآن بدون مس المصحف، فإن توضأ ونوى شيء من هذه الأشياء وهو في الحالة ناسيا ليش؟ لحدثه، فإن حدثه يرتفع كذلك. إذا معنى هذا الكلام، إذا أنه نوى رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، مثل مس المصحف، مثل قراءة القرآن، فإن حدثه إيش؟ فإن حدثه يرتفع. نعم. طيب الآن قال إن وإن نوى أنه مثلا يجدد الوضوء تجديدا مسنونا ونسي الحدث، فيصح وضوءه بقيدين. القيد الأول وش هو؟ أن يكون التجديد مسنونا. إيش معنى يكون التجديد مسنونا؟ يعني يكون مسنونا إذا استخدم الوضوء الذي قبله. نأخذ مثال، مثلا أنت توضيت ولم تصلي ثم توضأت مرة أخرى، فهذا ليس مسنونا. يقول لك المسنون إذا صليت به ولم تحدث ثم توضأت مرة أخرى. واضح هذا الأمر؟ يعني الوضوء اللي أنت توضي قال تسنط أو تجديدا مسنونا. إيه هو التجديد المسنون؟ إنك تتوضأ وتصلي وبعدين تجدد. هذا خطأ يحدث في كثير من الناس، انتبهوا. يكون متوضي وما صلى، يقوم يرجع يقوم ايش؟ يقول لك بجدد. نقول له لا، هذا التجديد ليس مسنونا. الشك لا يرتفع، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا، انت باقي الاصل على اليقين انك ايش؟ انك متوضي، لا تدخل عليك باب من ابواب الوسوسة. اذا متى يكون التجديد مسنونا؟ اذا استخدم الوضوء الذي قبله، في حتى لو صلاة نافلة اذا لم تستخدمه، اذا تجديدك ليس ايش؟ مسنونا. قال ان ينسى حدثه، فان كان ذاكرا، لو كان متذكر الحدث اثناء الوضوء ولم ينوي رفعه فانه لا يرتفع، لانه متلاعب. فكيف ينوي التجديد وهو على غير ايش؟ وضوء. هو على غير وضوء، كيف ينوي يجدد؟ هذا متلاعب، فلا يرتفع هذا الحدث. نعم. أيوه. إن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب وكذا عكسه. ممتاز. هنا عندنا مسألتان. وإن نوى غسلا مسنونا، يعني إذا اغتسل ونوى بغسله شيء وردت به السنة، مثل إيش؟ إيش الأغسال التي وردت فيها السنة؟ غسل يوم العيد، صح ولا لا؟ لا. أو اغتسل لجنازة قد غسلها، من حمل جنازة فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل، وحديث ضعيف. تمام؟ ممتاز. فإنه يجزي عن الغسل الواجب وإن لم ينويه. وظاهر كلام المؤلف هو المذهب أنه ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا، وقيده بعض الحنابلة بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجنابة، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع. عرفتم الآن؟ وإنما غسل مسنون أجزى عن واجب وكذا عكسه. إذا نوى غسل مسنون، يعني نوى أن يغتسل يوم العيد وكان عليه جنابة، خلاص رفعت إيش؟ غسل الجنابة، رفعت غسل الجنابة. وكذا عكسه، يعني إذا اغتسل ونوى الجنابة أجزاه عن الغسل المسنون، يعني يوم عيد وأصبح جنبا واغتسل نوى رفع إيش؟ الحدث، أجزى عن غسل يوم إيش؟ عن غسل يوم غسل يوم العيد. قالوا لكنه لا يثاب على المسنون إلا إن نواه مع الواجب، ويحصل له ثواب إيش؟ ثواب الغسلين. هنا في قاعدة فقهية مهمة جدا أشار لها ابن رجب، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الأخرى، تداخلت أفعالهما
اختفي فيهما بفعل واحد. هذه قاعدة من عند مين؟ عند ابن رجب رحمه الله. يعني يقول لك إذا اجتمعت عبادتان، يعني غسل جمعة وغسل جنابة في وقت واحد، وليست هذه مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية لهذه، يصح تبع من يصح استقلالا، تداخلت أفعالهما، يعني غسل واحد يجزي عنك الغسل إيش؟ يجزي عنك الغسل الثاني، واكتفي فيها بفعل واحد. يعني إذا اغتسلت للجنابة يوم الجمعة تكفيك عن غسل الجمعة، وإذا اغتسلت ليوم الجمعة تكفيك عن غسل الجنابة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.